مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حديث الاخبار. هكون معاكم على مدار ساعتين للتناول اهم القصص واخر القصص الاخباريه، فضلا عن فقراتنا المتنوعه. هنبدا باول اخبارنا النهارده. نبدا اول الاخبار من المشاركه المصريه المهمه في القمه العربيه الصينيه واللي بتستضيفها الرياض عاصمه المملكه العربيه السعوديه، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى المملكه العربيه السعوديه للمشاركه في القمه العربيه الصينيه الاولى والتي تستضيفها العاصمه الرياض. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلا عن المساهمة بفاعلية في جهود تعزيز آليات العمل لتحقيق المصالح المشتركة، حيث تستهدف القمة البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، فضلا عن بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس شي جين بينغ في الرياض، حيث هنأه مجددا على إعادة انتخابه مؤخرا أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لفترة ثالثة. وحسب ما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أشار الرئيس السيسي إلى تكامل المبادرة الصينية الحزام والطريق مع جهود مصر التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس، وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة. كما التقى الرئيس السيسي في الرياض برئيس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني، حيث جدد الرئيس التهنئة له على نجاحه في نيل ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة العراقية، وتمنى له خالص التوفيق في أداء مهام منصبه، مؤكدا على التقدير الكبير للعراق حكومة وشعبا والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، والحرص على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب. في هذا الإطار ترتبط القاهرة وبكين بشراكة اقتصادية غير مسبوقة، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر، كما تسهم الشركات الصينية بقوة في تنفيذ المشروعات القومية بمصر، وتعد مصر شريكا أساسيا في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق الصينية. المزيد في هذا العرض. ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أهلا بحضرتك، وقلنا في البداية كيف ترى أهمية مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الصينية الأولى؟ أهلا بحضرتك أستاذة ريهام وبرنامجك المحترم وكل مستمعي أهلا. ومشاهدي برنامج وراء الأخبار. اللي عايز أقوله، مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الصينية تأتي في سياق سياسة خارجية توازنية تنفتح على كل القوة الدولية والإقليمية في سياقات مختلفة. وبما أن الصين واحدة من القوى الدولية الرئيسية الداعمة لمصر
في فترات مختلفة، فكان من الطبيعي أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة التي تتناول قضايا سواء ترتبط بالعلاقات الثنائية المصرية الصينية أو ترتبط بمجمل العلاقات العربية الصينية، لأن مصر هناك حرص منذ اليوم الأول لتولي الرئيس السيسي الحكم، وهو فكرة سياسة خارجية متوازنة، انفتاح على القوة الدولية، عدم الاعتياد على مسار لسياسة خارجية تتجه لقوة دولية بعينها زي الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى روسيا، إنما سياسة مصر خارجية تتجه إلى الانفتاح على الولايات المتحدة، على روسيا، على الصين، على الدول الأوروبية شرقا وغربا، علاوة على المناطق النفوذ التقليدي والتحرك الخارجي المصري في الشرق الأوسط، الشرق المتوسط، المنطقة العربية والقارة الإفريقية. النقطة الثانية وهي ترتبط بأن هناك اهتمام من جانب القوة الدولية بالمنطقة، يعني كان هناك تصور أن هناك تفكير أمريكي أو أن هناك توجه أمريكي للخروج من المنطقة أو عدم الاهتمام بشؤونها. نجد أن الممارسات على الأرض تسير في الاتجاه العكسي. نجد أن بايدن يزور المنطقة في قمة جدة للأمن والتنمية وتحضيرها دول الخليج الست، بالإضافة إلى ثلاث دول عربية رئيسية منها مصر والأردن والعراق. لدينا أيضا قمة عربية صينية يحضرها الرئيس المصري لتعزيز العلاقات العربية الصينية. هناك أيضا قمة مقبلة خلال الفترة القليلة المقبلة ترتبط بقمة فرنسية إماراتية عراقية أردنية، وبالتالي نحن نتحدث عن اهتمام لدول رئيسية زي الولايات المتحدة، زي الصين، زي فرنسا بالمنطقة. أهمية هذا الاهتمام وهذه القمم الحقيقة تأثيرها الممتد إقليميا ودوليا بيكون عامل إزاي؟ شوفي حضرتك المسارات مختلفة، يعني في جزء مرتبط بالملف الاقتصادي، في جزء خاص بالتشاور السياسي، في جزء خاص بقضايا التعاون العسكري. نحن نتحدث عن أبعاد مختلفة، جزء منها مرتبط بالقضايا السياسية المختلفة اللي هي مرتبطة بالعالم، مرتبطة بعالم ما بعد كورونا، مرتبطة بعالم ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مرتبطة بعالم قضايا جديدة زي الطاقة المتجددة، مواجهة التغير المناخي. هناك أيضا مباحثات مرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة، مرتبطة بزيادة مسارات التعاون الاقتصادي، بتسريع وتيرة التعايش الاقتصادي ما بين الصين وبين الدول العربية، الدول الداخلة في موضوع الحزام والطريق. هناك أيضا بعض مرتبط بزيادة التعاون العسكري، لأن يعني فعلا الولايات المتحدة هي القوة الدولية في المجال العسكري هي المهيمنة، لكن هناك مجالات أيضا للتعاون العسكري المشترك ما بين الصين وما بين عدد من الدول العربية، الاستفادة من الطفرة في الصناعة العسكرية الصينية. وهنا من اللي عايز أقوله إن النموذج الصيني مختلف عن النموذج الأمريكي، يعني تملي الولايات المتحدة لفترات مختلفة كانت بتفرض قيود على مبيعات الأسلحة الأمريكية أو رهن مبيعات الأسلحة بشروط سياسية تتعلق مثلا بقضايا زي حقوق الإنسان أو هذا النوع، لكن بنلاقي إن في النموذج الصيني ما عندوش فكرة السياسة المشروطة، وده اللي بيفسر ارتفاع مبيعات الأسلحة الصينية لدول المنطقة. يعني لما تيجي حضرتك يا أستاذة ريهام تشوفي نمو حصل 290% صادرات التسليحية الصينية للمملكة العربية السعودية، وبنسبة 77% الإمارات من فترة من 2012 ل 2016، اللي حصل ارتفاع بقى من 2017 ل 2021. اللي عايز أقوله كمان بنلاقي إن دي رسائل أساسية من جانب الدول العربية. يعني في رسالة أولى مرتبطة بيه إن الولايات المتحدة ما تغيرش سياساتها تجاه الشرق الأوسط. فكان من الطبيعي إن دول المنطقة
تفكر في حالة من حالات الحراك أو حالة من توازنات الحركة وبناء الشراكات مع دول أخرى رئيسية زي الصين. نعم. عندنا نقطة تانية، تعزيز التفاوض في جانب الدول العربية مع الولايات المتحدة، فكرة نظام متعدد الأقطاب بشكل أو بآخر، تأثيرات ده على تعزيز التعاون العسكري الأمريكي العربي. تاني، مشاركة الرئيس المصري في سياق شراكة استراتيجية من جانب الدول العربية مع الصين يأتي في سياقه، يأتي في توقيته، يأتي في تعزيز التعاون على جبهات مختلفة، جزء منها مرتبط بالتجارة، جزء منها مرتبط بالطاقة، جزء منها مرتبط بالدفاع. ده في ظل تحولات إقليمية ودولية. حاول مصر أن يكون هدفها الرئيسي هو الدفاع على المصالح الوطنية المصرية، الحفاظ على استقرار. نعم، احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وللمزيد حول القمة العربية الصينية الأولى بينضم إلينا الآن عبر الهاتف دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام. دكتور مساء الخير، وقلنا كيف ترى خصوصية هذه القمة وأهميتها، خصوصا أنها بتعتبر تاريخية لكونها الأولى من نوعها. واقع الحال أن القمة العربية الصينية هي تضع لبنة جديدة في جذار وبناء العلاقات العربية الصينية بشكل عام والعلاقات المصرية الصينية بشكل خاص. هذه العلاقات هي علاقات تمتد عبر التاريخ لأكثر من 2000 عام ما بين الحضارة الصينية والحضارة المصرية القديمة. هذه العلاقات شهدت طفرة كبيرة حقيقة خلال السنوات أو العقد الأخير، يعني على سبيل المثال عندما تم تدشين المنتدى العربي الصيني في 2004 كان حجم التبادل التجاري في حدود 36 مليار. بعد في عام 21، يعني بعد ما قامت العقدين، نجد ان حجم التبادل التجاري ارتفع الى 330 مليار دولار. هناك حجم كبير من الفرص الواعده، وبالتالي هذه القمه التاريخيه او القمه الاولى هي تتويج لمرحله من تطور العلاقات من الانفتاح العربي على الصين. وهذه القمه تحمل العديد من الدلالات المهمه. الدلاله الاولى أن هناك الآن انفتاح عربي على كل دوائر السياسة الخارجية وعلى كل القوى المهمة في العالم وعلى كل التجارب التنموية، ومنها بالطبع التجربة الصينية التي تحتل الصين المركز الثاني عالميا ولديها مزايا نسبية في تجربة لها خصوصية كبيرة، استطاعت الصين أن تحقق هذا الإنجاز الاقتصادي الكبير. وبالتالي القمة بتعكس من ناحية أخرى أهمية ومحورية وحيوية منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منه دول القلب الصلب مصر السعودية الإمارات التي تمتلك رؤى تنموية، وبالتالي هذه الأهمية للمنطقة دفعت القوى الاقتصادية الكبرى الصين وقبلها أمريكا وأوروبا وروسيا وكل الدول إلى التنافس وإلى التكالب وإلى القدوم إلى منطقة الشرق الأوسط لبناء شراكات و علاقات اقتصادية مهمة مع هذه الدول لما استمتع به من مزايا نسبية أيضا. وبالتالي هنا الدلالة الثالثة، وهي أن الصين و
كدولة مهمة لديها عدد من المشروعات التنموية الضخمة، خاصة مشروع الحزام والطريق، وهذه أحد مخرجات القمة العربية الصينية، هو تحقيق نوع من التشبيك في العلاقات ما بين مبادرات الحزام والطريق والرؤى التنموية في الدول العربية، في مصر رؤية 2030، في السعودية، في الإمارات. كل هذا بيعني أن سيكون هناك مخرجات اقتصادية مهمة واستراتيجية في هذه القمة الأولى من نوعها في مسار العلاقات العربية الصينية. طيب ثم هناك هنسمع الدلالة دي، لكن كمان عايزة برضو حضرتك تكلمنا عن أهمية الدور المصري المحوري يعني في حفظ استقرار المنطقة. بالطبع الصين كل القوى الكبرى تدرك جيدا أن تحقيق مصالحها في منطقة الشرق الأوسط ولن يكون إلا عبر التنسيق مع الدول المفتاحية، وبالطبع على رأسها مصر التي لديها دور مهم في الأمن والاستقرار الإقليمي، وهو ما أشار به حقيقة الرئيس شي جين بينغ اليوم في لقائه مع الرئيس السيسي، حيث أن مصر لديها تجربة مهمة ليس فقط في المجال الاقتصادي في النموذج التنموي وتحقيق معدلات نمو وتحقيق إصلاح اقتصادي واستطاع اقتصاد مصر رغم التحديات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أن يحقق معدلات نمو إيجابية. أيضا في مجال الأمن ومجال الاستراتيجي في مجال مكافحة الإرهاب، الفكر المتطرف في تسوية الأزمات العربية وفقا لقرأة القانون الدولي القائمة على وحدة وسيادة الدول، القائمة على رفض التدخلات الخارجية، القائمة على الحفاظ على الدولة الوطنية العربية. وبالتالي تدرك الصين جيدا أهمية ومحورية دور مصر، لأن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في الشرق الأوسط هو شرط ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي. ولذلك نحن عندما نتكلم عن هذا الادراك الصيني للدور المصري، وبيعكس حقيقة هذا التعويل وهذا الرهان العالمي من الجانب الكبرى على الدور المصري في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، حتى في قضايا المناخ، وهو ما أشاد به الرئيس الصيني وهن الرئيس السيسي على نجاح مصر في تنظيم كوب 27. وبالتالي هنا الدور المصري وما نسميه السياسة المصرية الرشيدة النزيهة القائمة على رؤى وثوابت ومرتكزات وفلسفة مهمة في فكرة تنوع دوائر السياسة الخارجية، تنوع بناء شراكات مع كل القوى شرقا وغربا ومنها الصين، الانفتاح لكل التجارب التنموية والاستفادة من المزايا النسبية في إطار من الندية والاستقلالية، في إطار مما ما يسمى سياسة الاتحاد الإيجابي التي تبنتها مصر أيضا والدول الخليجية، السعودية، الإمارات، التي تقوم على بناء شراكات متوازنة مع كل القوى الكبرى في النظام الدولي، عدم الانحياز بقوة ضد قوة أخرى أو استبدال قوة بقوة أخرى، وإنما الانفتاح على الجميع. وهذا حقيقة ما أعطى أهمية كبيرة للدور المصري وفي تعظيم المصالح العربية. هناك نقطة مهمة أيضا، دور مصر الإقليمي في تنقية الأجواء العربية، في لم الشمل العربي، في توحيد المواقف العربية والرؤى العربية. هذا الموقف العربي وهذا اللحمة العربية هي ما عظمت من قوة الموقف العربي في التفاعل وإدارة العلاقات الدولية مع القوى الكبرى ومنها بالطبع الصين. نعم، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، شكرا لحضرتك. هننتقل الآن لموضوع آخر، وهو إطلاق برنامج وقاية الطلاب من تعاطي المخدرات في 6000 مدرسة على مستوى الجمهورية، وده بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين. هنتكلم عن تنفيذ كمان معرض محاكاة للأنشطة الوقائية بيتم تنفيذه في المدارس لتوعية الطلاب بأضرار المواد المخدرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، بالإضافة إلى جهود الدولة في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات بالمدارس. هنناقش التفاصيل مع ضيفتنا الموجودة معانا عبر الهاتف، الأستاذة نيفين شحاتة، مسؤول ملف التعليم بالأهرام. أستاذة نيفين أهلا بحضرتك. الدولة أطلقت برنامج وقاية الطلاب من تعاطي المخدرات في 6000 مدرسة على مستوى الجمهورية، الأول بتشوفي إزاي أهمية هذا البرنامج وإطلاقه في المدارس؟ طبعا ده أمر مهم جدا، خاصة أن المؤسسات التعليمية كانت وستظل أحد أهم روافد بناء وتسهيل الوعي
والاتجاهات لدى الأطفال والنشء تجاه مختلف القضايا، لا سيما طبعا الاجتماعية منها، وبالتحديد مسألة يعني تناول وإدمان المواد المخدرة. وطبعا هذا الأمر بيتم بالتعاون ما بين المدرسة وما بين الأسرة وما بين أيضا الإعلام، وبالتنسيق ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التضامن الاجتماعي. وهو بيتم من خلال تنفيذ برامج وقائية مستدامة داخل المؤسسات التعليمية. وزي ما حضرتك أشرتي، هو بالفعل في حوالي 1000 متطوع من صندوق مكافحة الإدمان بيقوموا، من هذا الشباب المتطوع بيقوم في المدارس بعدة أنشطة توعوية بالنسبة للطلاب، ومن خلال تنفيذ بعض الأدوات على سبيل المثال، من خلال مثلا أنشطة متعلقة بالندوات ومتعلقة بمناقشة الطلاب لخطورة هذه المواد المخدرة على الصحة العامة وعلى النواحي الاجتماعية للطلاب. كمان هيتم إطلاق دوري رياضي تحت شعار أنت أقوى من المخدرات، بجانب إعداد سلسلة أعمال مسرحية حول أضرار الإدمان، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم استراتيجية العصف الذهني، وهي تعتمد على طريقة توليد الأفكار الإبداعية من خلال تحليل المشكلة المطروحة والتوصل لآراء وطرق مبتكرة. طبعا كل هذه الأمور يعني في الغالب هتتم مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة كمان هتعقد وزارة التربية والتعليم مع وزارة التضامن لتغيير بعض المفاهيم في المناهج الدراسية، خاصة هذه المناهج وما هو متعلق بالتنبيه والتحذير من خطورة المخدرات لم تحدث منذ 2014. ولذلك سيتم التعاون في هذا الشأن بحيث أن يبقى فيه مفاهيم تتناسب مع المرحلة العمرية اللي فيها الطلاب، ويبقى فيه كمان تطوير للمناهج. بالإضافة طبعا زي ما قلت لحضرتك مسألة 1000 شاب المتطوع من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ودول من إجمالي الحقيقة 32,000 متطوع لدى الصندوق، وبيقدموا نموذج لثراء أدوات البرامج التوعوية والمواد الإعلامية والتعليمية المرئية والنماذج الفنية المتكاملة والفعاليات الرياضية والمسرحية وما إلى ذلك. طب إيه النتائج؟ إيه النتائج يا فندم يعني المتوقعة من مثل تلك البرامج داخل المدارس وبين أفراد المجتمع؟ النتائج طبعا أنا أعتقد أنها ثرية جدا. أولا مسألة الحوار اللي يبقى قائم ما بين شباب سنهم مقارب للأولاد اللي في المدارس سواء في المرحلة الإعدادية أو الثانوية، ده هيبقى أمر مهم جدا. الأولاد دول بيحبوا دايما أن هم يتكلموا مع حد، يسمعوا من حد، محتاجين القدوة والنموذج المثالي اللي يقتدوا به، ده يعني أمر غاية في الأهمية. أيضا استغلال الأنشطة الرياضية والأنشطة الثقافية والفنية، هذه الأمور بتجذب الطالب في الغالب يعني المدارس، وأيضا بتجذب الطالب أن هو يعرف المعلومة الصحيحة بطريقة غير مباشرة، يعني ما بندلوش المعلومة مباشرة لا، لكن إحنا بنعلمه أن خطورة هذه المواد المخدرة وخطورة هذا الأمر على الصحة العامة ليه وعلى مشاركته في النواحي الاجتماعيه في المجتمع. فلما نديها له في صوره مسرحيه، في صوره نشاط رياضي، في صوره دوري للمدارس، دوري رياضي، نعرفه ان هو ازاي يهتم بصحته، ان الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم وما الى ذلك، كل هذه الامور بتخلي الطالب يبقى مرتبط بمدرسته اكثر، مرتبط ايضا بالنواحي التوعويه اكثر، يستقي المعلومه بصوره غير مباشره فتثبت في دماغه بصوره اكبر، وبالفعل يعرف ان هذه المواد المخدره لها تاثير سلبي على صحته العامه وعلى طريقه تفكيره وعلى مشاركته في العمليه التعليميه وعلى كمان الارتباط باسرته وبالمجتمع ككل من حوله. نعم، احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذه نيفين شحاته، مسؤول ملف التعليم بالاهرام. هنروح لواقعة خطيرة مؤسفة استمرارا لسلسلة مخاطر تحديات السوشيال ميديا والتيك توك في هذه الحالة النهاردة. يعني أصيب بطل الجمهورية والعرب في الجودو الطالب أحمد خالد
للأسف بالشلل بعد تجربته لأحد تحديات التيك توك مع زملائه في المدرسة، حيث أصيب الطالب بكسر في فقرات العنق. قصة أحمد خالد بدأت باتفاقه مع زملائه في المدرسة على تجربة تحدي ارمي صاحبك الموجود على تيك توك، وهو التحدي اللي بيقوم على تجمع مجموعة من الأصدقاء في شكل دايرة ليحملوا صديق بيختاروه ويرموه في الهواء، وبعد كده بيسيبوه يقع ليصطدم بالأرض لمعرفة مدى قوة تحمله. طبعا يعني في الحالة دي بيفوز يعني الصديق لو لم يتعرض لأي ضرر، لكن لو تعرض للضرر الحقيقة يعني بيكون نتيجة مؤسفة جدا، والقدر جعل من أحمد خالد ضحية لتحدي ارمي صاحبك. تعرض للإصابة بكسور زي ما قلت في عموده الفقري وقطع في النخاع الشوكي، ما أدى لإصابته بالشلل وهو ما زال في عمر الزهور. تفاصيل أكتر هنناقشها مع ضيفنا عبر الهاتف دكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي. دكتور يعني مساء الخير، وكتير كتير سمعنا تحذيرات عن لجوء للأسف بعض الشباب لهذا النوع من التحديات من خلال السوشيال ميديا. بتشوف إزاي الواقعة دي، هذه الواقعة المأساوية واللي أصابت طفل وشاب يعني في مقتبل العمر ورياضي كمان بالشلل؟ اهلا بيك استاذ ايهام، وشرف ليا طبعا واكسترا نيوز يعني قناتي المفضله الحقيقه. طبعا انا بشكر كمان حضرتك لانه دي قضيه مهمه جدا، قضيه اولادنا وقضيه شبابنا. بس خلينا اقول فاكت معينه، هي انه قبل ما نتكلم على انه ابلكيشن او انه فيديو، التعامل مع الموبايل ثبت في الدراسات الاخيره انه في له علاقه ببعض الطريقة بتاعة المخ في التعامل مع الموجات. يعني عندنا في مخنا موجات اسمها ألفا بيتا ثيتا، طريقة البروسيسنج أو التعامل أو الإدراك للأمور ماشي من خلال موجات، حتى دي اللي بيعملوا لها رسم مخ دايما يعني بنشوفها. فلاحظ انه في الابلكيشنز زي التيك توك والحاجات اللي بقى فيها الانسان فيري كونسنتريتنج، مركز قوي الاتنشن بتاعه، الموجات لو وعشان كده كلام الدبليو اتش او صح، اللي هو منظمة الصحة العالمية، انه في عدد ساعات لا يقل عن عدد معين او لا يزيد عن عدد معين يجب اتباعه، والا هتبص تلاقي هنا الموضوع تحول الى حضرتك معايا؟ مع حضرتك يا فندم. حصل شيء من التأثير على أولا تركيب الخلايا وشكلها، وده شيء مؤسف جدا. يعني البرين كونفجريشن أو شكل المخ بيتغير، نفسه بيتغير، بيتغير يعني الهيئة بتاعته بتتغير بشكل ملموس بالضبط، وبتبدأ تتكون شبكات غير اللي كانت موجودة، توصيلات غير موجودة من الأول. ده بيخليه يسلك سلوكيات غير معقولة أيضا. يعني بص الخلية العصبية الواحدة طلع لها تفرعات، خصوصا مع استمرار الاستعمال مثلا حاجة زي التيك توك أو كده، فتبص لقي الرياكشن بقى فيه نوع من الاندفاع الانبالسيفيتي في رد الفعل أو في الردود، فتتغير سلوكياتك مع باباك ومامتك، أو تلاقي نفسك بتخش في سلوكيات خطيرة ريسكي شوية عن المعتاد. يعني بيقع الحاجز خلينا نسميه الحذر مثلا، فبتلاقي نفسك ولذلك سواء القصه دي يعني ربنا يشفيه ويعافيه ابننا الجميل احمد ده، او القصص اللي كانت في الفتره اللي فاتت تعكات من نفس وكل شويه نطلع بحاجه. فعلا يعني الواقعه دي فعلا زي ما حضرتك كنت لسه بتقول حالا بتيجي بعد شهور بسيطه من تحدي كتم الانفاس يعني، وده برضو كان تحدي يعني من الممكن ان يودي بحياه اللي بيتعرض ليه. بالضبط، يعني كيف يعقل انه الاطفال وفي اعمار كبيره مش صغيره، يعني نعم هو شاع اكتر في المدارس الابتدائيه والاعداديه، لكن شفنا حالات في ثانوي. طب انت خلاص يعني الى حد ما كبرنا ومفروض كبرنا يبقى في وعي يعني. بالضبط، فهو انا رايي حاجتين، نرجع تاني ليه توصيات ال WHO او اللي هو انه لازم انت حضرتك لازم في الاسبوع الواحد لا يزيد عن 30 ساعه ولا يزيد المفروض في السن ده عن 4 ساعات في اليوم، يعني 4 ساعات في اليوم او 30 ساعه في الاسبوع. اكتر من كده وتختار يعني. فلذلك طب ما هو نرجع تاني، ايه البديل؟ يعني انت النهارده كل الناس داخله علينا في العيادات يا دكتور الواد ما بيسيبش من ايده موبايل البنت كده. ايوه حياتك بتقول لازم نحط لهم وقت معين، بس انا هرجع برضو واقول لحضرتك يعني حضرتك اب وانا وغيري من اللي شايفين برضو عندنا اولاد، ده ممكن يكون متاح يعني وسهل انه نعمله لغايه سن معين، لكن في سن المراهقه هنعمله ازاي يا دكتور بدون اجبار؟ لانه الاجبار مش يعني مش المفروض يبقى في اجبار، ازاي هنقدر نعمله؟
انت عارف يا استاذ ريهام انا عندي في العياده عامل قائمه كده اسمها قائمه الانشطه البديله. عارف السن اللي بيقولوا عليه السن الغلس؟ هنعمله ازاي ده؟ ما انا بقول لحضرتك دلوقتي انت القائمه دي دلوقتي هو انت ممكن تجيب اللي في ايدك وتلعب كوتشينه مع ابنك. فاكر الكوتشينه؟ فاكر حاجه اسمها كوتشينه زمان؟ مش الكوتشينه اللي هي اللي على السكرين وعلى وعلى اللابتوب؟ طبعا الكوتشينه الحقيقيه القديمه دي. الكارد بلاينج ده او انك انت تلعب شطرنج او تلعب حاجه مع ابنك، بنك الحظ، بنك يعني الحظ، الحاجات الكلام دي. ده انت لو نزلت لعبت، ما هي الفكره مش في اللعبه بس، الفكره ان انت تنزل تلعب. طبعا شوفي لي كده، هل حضرتك تقدري تسيبي اللي في ايدك كل يوم ساعه ثابته وتقضي وقت معاه؟ ده اللي تبص تلاقي بقى الكبار بيقول لك لا ما ينفعش، انا ممكن يوم يعني ممكن انزل ساعه، لكن ان انا ده يبقى سيستم يا دكتور لا ما ينفع. طب ما انت زعلان ليه؟ ما انت بتيجي تقول له سيب الموبايل، انا هسيبه حاضر، طب اعمل ايه؟ ما عندكش بديل. طب انت تقدر حضرتك بالمقابل تنزل تلعب معاه؟ يقول لك لا برضه. طب ما كده احنا يعني لازم يرجعوا ياخدوا من وقتنا زي ما احنا كنا بناخد زمان من وقت اهالينا. الله ينور بالظبط. واكيد ده موجود طبعا، ولكن لازم يعني نفعله اكتر. يعني حضرتك خلاص السرعه اتعودنا عليها، اللي هو الناس اللي نايمه في السرير ماسكه الموبايلات، اللي قاعدين على الترابيزه العيله وكل واحد ماسك اللابتوب، اللي حاضنين بعض وكل واحد ماسك موبايل في ايده. لا يا جماعه يعني احنا وصلنا لمرحله، فلذلك انت ما تزعلش بقى من الولد. طبعا بقول لحضرتك ردود الافعال والريفلكس الزايده نتيجه اضطراب البروسيسنج بتاع البرين او تعامل البرين مع المعلومات مخنا، ما تستغربوش بقى في الفتره اللي جايه في امور. وبعد ما هتبقى يعني الحاجات اللي قاعدين بنسمعها دلوقتي، التويتر اللي بيتباع والموبايلات اللي هتبقى مش عارف عامله ازاي والميتافيرس اللي ايه، لا ولذلك في دراسات دلوقتي كتيره جدا بتتكلم على تغير السلوكيات والنفسيات بالنسبه للدخول الميتافيرس والهيدسيت اللي بتتلبس والكلام ده. فاحنا لازم انا بناشد برضو وزاره الاتصالات انها نتعاون ما بين وزاره الاتصالات وما بين مثلا كليه زي عندنا في جامعه عين شمس كليه الدراسات العليا للطفوله، او مثلا الاطباء النفسيين عموما او الامانه الصحيه النفسيه في وزاره الصحه، انه لازم نقعد قعدات مشتركه وبيحصل بس نادر، يعني ما هوش حاجه يعني اللي هو نتفق هنعمل ايه ونحط جايد لاينز، نحط ارشادات للاسر وتحذيرات. ازاي ننشر هذه الثقافه؟ يعني التوعيه دي تحصل ازاي؟ انا بقول لحضرتك في جزء حكومي اللي انا بقول عليه دلوقتي ده، بلس حضراتكم استاذ ريهام الجزء الاعلامي، يعني انه برضو يعني مثلا المداخله دي او البرنامج ده او القضيه دي لما تطرح في الفتره، احنا كدوله بسم الله ما شاء الله بدأنا نتقدم في حاجات كتير بفضل الله سبحانه وتعالى، فإذا احنا بنسابق الزمن. احنا ابديتد يعني النهارده ما تروحي معلش هولندا ولا تروحي فرنسا وتروحي اي حته بتلاقي برضو احنا مش بعاد قوي، يعني مصر النهارده مقارنه بكثير من دول افريقيا. فلازم ما دام احنا بقى بنسابق الزمن في الطب وفي الهندسه وفي غيره، طب في المجال ده النهارده احنا لازم نقعد المتخصصين من المجالين التكنولوجي الهندسي والطبي النفسي والسلوكي يقعدوا ويحطوا جايد لاينز، ودول يتاح ليهم معلش الفرصه في الاعلام اكتر، عشان يعني مداخله زي كده ممكن مش يعني في ناس بتسمع وناس ما بتسمعش. والاطفال نفسهم في برامج موجهه ليهم نبدا نقول لهم ايه خطوره ده، وما فيش مانع اعرض فيديو يبين كارثه حصلت زي دي كده يعني. طيب يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايهاب عيد استاذ الصحه العامه والطب السلوكي، شكرا جزيلا ليك يا دكتور. طيب احنا هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع ونكمل معاكم حديث الأخبار. أهلا بكم من جديد في حديث الأخبار. جهود كبيرة بتبذلها الدولة المصرية لإعادة الانضباط العمراني بجانب التوسع في التنمية العمرانية الجديدة عن طريق المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، بجانب طرح قطع أراضي بالمناطق الأكثر تميزاً أمام المواطنين، على أن يتم طرح تلك الأراضي بشكل دوري من جانب الدولة مما يضمن الاستدامة. هنعرف تفاصيل أكتر عن أهمية الخطوة عبر الهاتف من دكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني. دكتور مساء الخير، وقول لنا بتشوف إزاي جهود الدولة في توفير المسكن الملائم واللائق للمواطنين؟ نور أستاذ ريهام أهلا بحضرتك وبكل المتابعين. في الحقيقة النقلة اللي مصر بتشهدها في العمران هي نقلة متميزة جدا على كل المستويات، مستويات الإسكان، سواء في الإسكان العائلي اللي احنا شايفينه النهاردة الطرح الجديد وزارة الإسكان طرحته 305 قطعة أرض،
وقطع الأراضي في الحقيقة هي النمط العائلي كان اللي هو غالبا يقدر حد هو ياخد قطعة أرض يعمل عليها مبنى لأسرته، وده نمط في الحقيقة محبب لشريحة عريضة من المصريين، وده بيلبي احتياجاتهم بعد في الحقيقة توقف عن الطرح ده لفترة مش قليلة، فالنهاردة بيعاد الطرح. والطرح زي ما حضرتك أشرت كده على ثلاث مستويات، مستوى الإسكان فوق المتميز أو قطع الأراضي فوق المتميز، ودي بيكون سعرها هي الأغلى وتميزها من حيث الموقع هو الأكثر تميزا يعني. يجي بعدها شريحة للإسكان المميز، دي بتبقى مساحات أقل في مناطق أقل تميزا من الأكثر تميزا يعني، ولكن تبقى مناطق مميزة. الشريحة الثالثة هي المستوى المتوسط، ودي بتكون في قطع أقل مساحة وأقل سعرا، وبالتالي التدرج في الطرح بيلبي التدرج في شرائح المجتمع. طبعا تحتيهم بقى بيجي الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط اللي هو بيستهدف الوحدات السكنية اللي هي شقة، ودي في الحقيقة برضو بقى لنا فترة كبيرة جدا موجود في مشروعات الإسكان اللي الدولة بتطرحها زي دار مصر وجنة مصر وغيره، غير الإسكان اللي هو اللي كنا بنحل بيه بقى أزمة العشوائيات اللي بتتنقل من المناطق الخطرة غير الأمنة إلى المناطق الخطرة. طيب إجراء طرح الأراضي السكنية للمواطنين بيساهم إزاي في ضبط سوق العقار يا دكتور؟ سؤال مهم جدا، لأنه في الحقيقة سوق العقار فترات طويلة جدا كان بيعاني من التداول غير المنطقي، يعني الدولة كانت بتطرح بسعر وكان بيتم تداول الوحدات أو قطع الأراضي عن طريق الوسطاء يعني، وده كان في الحقيقة الدولة مهما كانت بتنزل بالسعر بتاع الطرح كان التداول بتاع الوحدات العقارية سواء الأراضي أو الإسكان أو الوحدات الشقق يعني، ده كان بيتم المبالغة في سعره، وبالتالي كان بتذهب بقى جهود الدولة في أنها تطرح الأراضي بسعر متناول للجميع، وبالتالي أصبح الطرح دلوقتي الدولة بتطرحه بالسعر العادل اللي موجود في السوق اللي هو بيتداول به. في الحقيقة ده له جانبين، يعني جانب أنه هو خلى الطرح يكون بسعره الموجود في السوق، وده بيخلي الزيادة أو الدولة بتحصل عليه مقابل الطرح بسعر السوق يوجه إلى مشروعات أخرى بقى، مشروعات خدمية ومشروعات إسكان للفئات الأكثر احتياجاً يعني. فده الأهمية بتاعه. طيب التنوع بقى في المشروعات السكنية زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شوية، ده كمان إزاي بيساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين؟ في الحقيقة ده يعني لو إحنا حافظنا على نمط واحد من الإسكان، سواء الإسكان منخفض التكلفة أو الإسكان المتوسط أو الإسكان المميز، لو حافظنا على نمط واحد الحقيقة بقى في ظلم الباقي الشرائح. النهاردة لو في حد حابب إن هو يعيش هو وأسرته في بيت واحد، أخ وإخواته وأولاده، ففي الحقيقة قطع الأراضي سواء المميزة أو فوق المتوسط أو فوق الأكثر تميزا أو المتوسط بتلبي لهم الاحتياج ده، بدل ما يبقى مضطر إن هو ياخد أكتر من وحدة في عمارة سكنية، ده بيوفر لهم مستوى الخصوصية ومستوى الرفاهية اللي هم في الحقيقة قادرين على دفع تكلفتها. لو ما طرحناش غير الأراضي دي طبعا هيكون اللي محتاج شقة أو محتاج وحدة سكنية بس مش هيبقى قادر إن هو ياخد قطعة الأرض ويبقى يدخل في مرحلة تطويرها وبنائها وتشطيبها وما إلى ذلك، وبالتالي التنوع في مستويات الطرح بيخلي شريحة كبيرة جدا من المواطنين تجد احتياجاتها وتجد بلاطها في سكن كريم يناسب احتياجاتها. كل واحد فينا مستوى الرفاهية بتاعه هيختلف من شخص لشخص ومن إمكانيات لإمكانيات، وبالتالي لازم الدولة تكون حريصة على كل المستويات وعلى كل الفئات من طرح كل القطاع. نعم، بنشكرك شكرا جزيلا دكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني.
في إنجاز كبير كمان حصل، يعني المركز القومي لخدمات نقل الدم على الاعتماد الدولي الأمريكي من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم للعام الرابع على التوالي. الخطوة دي بتيجي لتعكس يعني تحقيق تحسين الجودة في المؤسسات الصحية والخدمات المقدمة للمرضى وقدرة المنظومة على حسن استغلال الموارد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. للمزيد بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محسن الألفي، أستاذ أمراض الدم بجامعة عين شمس. دكتور مساء الخير، أهلا بحضرتك. ويعني في الأول قول لنا إزاي الخطوة دي بتعكس مدى الاشتراطات اللي بتطبقها المنظومة الصحية في مصر؟ مساء الخير يا فندم. بنك الدم القومي هو أكبر بنك دم على مستوى الشرق الأوسط، بيقدم خدمات مش بس للقاهرة الكبرى ولكن من خلال البنوك الإقليمية اللي هم كانوا 7 بنوك، دلوقتي ما شاء الله بقوا 28 بنك. كون انه الهيئة الأمريكية لبنوك الدم تدي اعتماد، معنى كده ثقة كاملة بجميع خطوات تحضير الدم من أول اختيار المتبرع، استيفاء جميع الشروط اللي تخليه صالح وقادر على التبرع، جميع التحاليل اللي بتتعمل لضمان انه يكون خالي من الفيروسات والميكروبات، ثم تحويله الى مشتقات الدم، حفظه بطريقه امنه، استخدامه بطريقه امنه، وخروجه للمواطن المحتاج. بيحتاج الدم من اول الطفل المبتسر الى يعني الكهوله، هو الدم ما حدش يقدر يستغنى عنه ابدا، وما يقدرش يعرف هيحتاجه امتى. يعني ربنا يكفي الجميع شر الحوادث، هي من الحاجة الأساسية اللي بتؤدي إلى استخدام الدم. طبعا في أمراض مزمنة زي أنيميا البحر المتوسط، زي مرضى السرطان، زراعة الأعضاء، مرضى الكلى، العمليات الكبيرة، الولادات، النسف في الولادات. ويمكن التحسن اللي حصل في خدمات نقل الدم انعكس على منظومة الصحة كلها. يعني لو اعتبرنا أنه من أهم أسباب وفيات السيدات في فترة الحمل والولادة هو النسف بعد الولادة، مع توفر الإمكانيات المتاحة في بنوك الدم على مستوى الجمهورية من بنك الدم القومي والبنوك الإقليمية وبنوك الجامعات، بيدي أمان لأنه لا ما فيش الوفيات دي، مستواها بيقل قوي. الدم بيقدر يوصل لكل وحدة رعاية مركزة، لكل وحدة حديث ولادة، لكل العمليات، لكل جهات زرع الأعضاء، زرع النخاع، زرع القلب، الكبد، الكلى. طيب الجودة دي بتعني إيه الاعتماد ده؟ طبعا معناه أنه هو مستوفي جميع خطوات الاعتماد للاتحاد الأوروبي، وده الجهة الوحيدة على مستوى العالم المنوط بيها أنها تدي الاعتماد بالجودة، هو الهيئة القومية لبنوك الدم في أمريكا. نعم. طب الأهمية اللي بتعود على المنظومة الصحية في مصر من التصنيفات والاعتمادات من الجهات الدولية؟ شو حضرتك، هي يعني جميع المشاريع القومية، يعني مشروع القضاء على فيروس سي أو التخلص من فيروس سي، ده انعكس تماما على الأمان بالنسبة للتبرع بالدم، خلى فيه ثقة للمواطن هو يتبرع بالدم. ولو قلنا لحضرتك انه المشروع القومي لمشتقات البلازما انه ابتدى يرى النور فعلا، بقى في اقبال كبير جدا من المواطنين على التبرع بالبلازما في المركز الرئيسي لتجميع البلازما ومشتقاتها. ده مشروع طموح، مشروع مهم جدا. تمام بالظبط. ده هو ده هيخلينا نستغنى عن استيراد مشتقات البلازما من اول بقى مضادات الهيموفيليا لغايه الالبومين، لغايه الاجسام المضاده اللي هي بتستخدم في امراض الجهاز العصبي، امراض القلب، امراض الدم، يعني مجموعه كبيره جدا. حصل اقبال كبير جدا، معناها ان في طمانينه لانه المعايير من اختيار زي ما بقول لحضرتك المتبرع للتحاليل لخروج المشتقات سواء البلازما او مشتقات الدم من صفائح أو كرايو أو بلازما أو بلازما مجمدة أو كرات دم حمراء أو كرات دم بيضاء، كل المجموعة ده هي متاحة للمريض المصري على مستوى الجمهورية.
مستوى القاهرة الكبرى فقط. فالحقيقة المشروع وفي خلال كل أسبوع هيتفتح فرع مركز جديد في القاهرة، وكل شهر هيتفتح مركز جديد في عواصم المحافظات، وبالتالي هيبقى نتخيل ان خلال سنوات قليلة يبقى في اكتفاء ذاتي لمصر من جميع مشتقات البلازما. تمام، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محسن الألفي أستاذ أمراض الدم. الدولة بتبذل جهود كبيرة كمان في تشجيع السياحة وتطوير البنية التحتية لجذب السائحين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للوصول ل 30 مليون سائح لتعظيم الإيرادات من السياحة. كمان بتقوم الدولة بالعديد من الجهود اللي بتستهدف الترويج للمقاصد السياحية لجذب السائحين في موسم الشتاء. للمزيد بينضم لينا هاتفيا دكتور حسام هزاع الخبير السياحي. دكتور حسام أهلا بيك، وكلمنا عن استعدادات الدولة لموسم السياحة في الشتاء، وإحنا يعني خلاص بدأنا رسميا موسم فصل الشتاء. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا الدولة وضعت استراتيجية لاستقبال عدد كبير من السياح، وغير طبعا مؤتمر COP27، وفي نفس الوقت الإجراءات الاحترازية اللي كانت موجودة قبل كده عشان COVID-19 اتلغت، فزادت السياحة والسفر إلى مصر كمقصد سياحي، وزادت بنسبة 30%، وده كان مؤشر لأن الناس بعد كوفيد والحالات دي محتاجة للسفر. فنتيجة للتنشيط اللي قامت بيه الدولة على كافة المجالات والإعلانات والسوشيال ميديا والمؤتمرات الدولية حصل جذب سياحي كبير، وكان في نوفمبر وصلت الأعداد في فنادق في القاهرة إلى 100% وفي شرم الشيخ وفي الغردقة، وتنوعت جنسيات السياح القادمين إلى مصر ما بين أكثر نسبة كانت موجودة 50% بتمثل أوروبا الشرقية، وحوالي 18.9 من الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت برضو كان في من أوروبا الغربية حوالي 16%. وده كان في عام 22 حتى الآن. في زيادة برضو متوقعة كبيرة إن شاء الله في عام 2023 نتيجة وجود الطيران المنخفض التكاليف بصفة مستمرة من كافة دول أوروبا على شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان. في طيران شارتر بينزل من أسبانيا ومن فرنسا في الأقصر بأعداد كبيرة الحقيقة للسياحة الثقافية، في من أمريكا أعداد كبيرة بتصل، في من الهند، في من أمريكا اللاتينية البرازيل ودول أمريكا اللاتينية، فكل ده ساهم في زيادة الأعداد. الطاقة الاستيعابية اللي موجودة عندنا في الفنادق في مصر حوالي 250 ألف غرفة، احنا محتاجين على الاقل يبقى عندنا الفترات القادمه عشان نصل على الاقل في عام 2025 ل 300 من 300 ل 350 الف غرفه عشان نصل الى 30 مليون سائح ب 30 مليار دولار. طيب احنا موسم الشتاء عندنا الحقيقه يعني سياحيا هو من المواسم المهمه جدا، خصوصا في مدن زي شرم الشيخ والغردقه، السر في ده ايه؟ السر طبعا حضرتك، اولا الطقس بتاعنا طوال العام صح، وده طقس مناسب جدا لدول اوروبا الشرقيه اللي هي بتنزل اكتر في السياحه الشاطئيه، مع ان احنا طبعا عندنا انواع كثيره من السياحه، ولكن هم بيفضلوا السياحه الشاطئيه. الشمس، التواجد بصفه مستمره طوال العام حوالي 10 11 شهر في السنه، فده من المميزات، بالاضافه طبعا للشعور بالامان بالاستقرار بال المعايير والمقاييس الدولية بقى في المطارات بتاعتنا اللي بتنزل فيها الطائرات بشكل مختلف، السيرفس والخدمة اللي بتقدم، الأسعار اللي بتناسبهم، الإحساس بالأمان خلال وجودهم في القاهرة أو مصر أو في أي محافظة، ده كله بيزيد من الترويج السياحي، وبعدين هم بيرجعوا لبلادهم مرة أخرى فبينقلوا الصورة الإيجابية. ومن الإعلانات نفسها لما تكون من الافراد بيتكلموا مع بعض من فم تو فم او من ماوث تو ماوث بتزيد من الاقبال اكتر، يعني لان دي بتنقل صوره كبيره عن مصر بشكل ايجابي. طبعا المؤتمرات والايفنتس اللي بتحصل
والتسهيلات اللي بتقدمها الدولة والتخطيط والحصول على التأشيرات أونلاين بالإضافة للحصول على التأشيرات في المطارات، كل ده بيسهل للسياح القدوم إلى مصر. وفي دول كتيرة بتستطيع الحصول على التأشيرة أونلاين دلوقتي، كانت الأول في صعوبة. في دول بتحصل على التأشيرة في شرم الشيخ مباشرة، مثل دول المغرب العربي بتاخدها بمجرد الوصول للمطار، فده بيسهل من الرواج السياحي بشكل كبير وجنسيات مختلفة. طبعا دول الخليج، ما ننساش دول الخليج ان هي بتنزل ومقصدها الاول مصر، في سواء في الصيف او في الشتاء، في فترات معينة في الاعياد بيبقى في اقبال كبير جدا، فده كله هيزود من عدد السياح. الطاقة الاستيعابية للمطارات، بس احنا عايزين طيران شارتر اكتر، مستثمرين في الطيران الشارتر اكتر، ومستثمرين طبعا في الفنادق بشكل أكبر، هيؤدي إلى زيادة الترويج السياحي، وفي نفس الوقت الحصول على حصة كبيرة جدا من الدول المسيطرة للسياحة إلى مصر، لأن في كل المواقع السياحية مصر تعتبر مقصد سياحي، سواء للدول الأوروبية أو لأمريكا أو لأمريكا اللاتينية أو حتى لدول الشرق الأوسط بما فيها دول الخليج. فطبعا السياحة اللي بتنزل عندنا في سياحة بتبقى سياحة للسياحة الأثرية والثقافية، دول موجودين بشكل كبير جدا في أوروبا الغربية وفي الهند وفي أمريكا اللاتينية وفي دول الشرق الأقصى. وفي السياحة الشاطئية زي ما بقول لحضرتك اللي بيجيها اللي هو أوروبا الشرقية. صحيح، احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام هزاع الخبير السياحي. تواصل مبادرة حياة كريمة مشروعاتها بقرى محافظة أسيوط لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وتوصيل الغاز للمنازل وخدمات الإنترنت وإنشاء المدارس والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وغيرها. للمزيد حول مستجدات مشروعات حياة كريمة بقرى أسيوط بينضم لينا مهندس مينا إبراهيم حنة، منسق عام المبادرة في أسيوط. مهندس مينا أهلا بحضرتك، وكلمنا في الأول عن آخر مستجدات مبادرة حياة كريمة في قرى أسيوط وعدد القرى اللي جاري فيها تنفيذ هذه المشروعات. مساء الخير على حضرتك أستاذ رهام، ومساء الخير على السادة المشاهدين جميعا. خليني أبدأ بحضرتك بتعبير صادق يعني معايا بقاله فترة، وهو أن إحنا وصلنا أن حياة كريمة أصبحت حياة معاشة. حياة معاشة داخل كل قرى، وهتكلم عن محافظة أسيوط المرحلة الأولى تحديدا، وإحنا النهاردة بنتكلم وإحنا في قرب انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة أسيوط. لأن إحنا هنا بنتكلم على عدد كبير جدا من المشروعات اللي اشتغلنا فيها داخل مبادرة حياة كريمة في محافظة أسيوط، ما بين كل المشروعات اللي بتمس حياة أهالينا بشكل مباشر داخل القرى الريف المصري. يعني بنتكلم على كل المشروعات الأساسية زي مجمعات الخدمات الحكومية، مجمعات الخدمات الزراعية والبيطرية، البنية التحتية، صرف صحي، مياه شرب، كهرباء، غاز طبيعي. مش بس كده، بنتكلم كمان على كل المشروعات اللي بتهتم بمحور بناء الإنسان، وده جزء أصيل بتتبناه مؤسسة حياة كريمة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال عمل كتير جدا من مشروعات الأبنية التعليمية، المدارس، نهتم بقطاع التعليم، الوحدات الصحية، نقاط الإسعاف، نقاط الإطفاء. كل دي حاجات احنا وصلنا فيها هنا في محافظة أسيوط، والحمد لله بنسب إنجاز مرتفعة جدا. يعني احنا خلصنا بنسبة 100% لعدد 35 مجمع خدمات حكومية و35 مجمع خدمات زراعية، 80 مركز شباب، أكثر من 120 مدرسة ما بين تطوير وإنشاء جديد وإضافة مباني جديدة. كل دي حاجات ابتدت يعني تظهر معانا على أرض الواقع، وعشان كده بقول لحضرتك إن حياة كريمة أصبحت حياة معاشة. النهاردة كل أهالينا في محافظة أسيوط، وده أنا بشوفه بعيني أنا وكل زملائي أعضاء مؤسسة حياة كريمة في أسيوط، كلام أهالينا عن حياة كريمة النهاردة بقت خلاص حياة كريمة موجودة، وإزاي غيرت من شكل الريف المصري زي ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر في البداية إن إحنا هندخل القرية نغير من شكلها. طيب النهاردة كل قرية تغيير الشكل ده يعني تفاصيله إيه؟ نوعية الخدمات المقدمة للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة على أهلنا في أسيوط والصعيد بشكل عام وانعكاسه عليهم؟
خليني اقول لحضرتك ان كلنا نعرف ان لفتره طويله جدا عانت قرى الريف المصري وعندنا في محافظه اسيوط من عايز اقول كلمه انعدام واستقرار لكل الخدمات الاساسيه وكل خدمات البنيه التحتيه. احنا كان في عندنا قرى دخلنا رصدناها في المرحله الاولى بنتكلم ما كانش فيها مياه شرب، ما كانش فيها صرف صحي، ما كانش فيها، كان فيها ضعف كبير في الكهرباء. النهارده بنتكلم واحنا عندنا نسب انجاز كبيره جدا في قطاع مياه الشرب، كل المنازل اللي ما كانش فيها مياه شرب النهارده دخل لها مياه وصلات. بنتكلم على الصرف الصحي اللي ابتدى يكون موجود في اغلب قرى المرحله الاولى ومستمرين لغايه ما نخلص ان شاء الله كل قطاع الصرف الصحي، تقويه لكل قطاع الكهرباء. لاول مره النهارده بقى عندنا من خلال حياه كريمه غاز طبيعي في قرى محافظه اسيوط وتباعا بكملين فيها برضو. بنتكلم على مجمع الخدمات الحكوميه وده نقله كبيره جدا ابتدت تكون موجوده داخل القريه عندي في محافظه اسيوط. النهارده اهالينا عنده بيلاقي عنده المجمع الحكومي وده بيحتوي على 7 خدمات داخل القريه. فحضرتك النهارده اهالينا مش محتاجين ان هم يتحركوا من القريه ويروحوا لغايه المحافظه او يروحوا لغايه مركز المدينه. أيوة. عشان ياخدوا الخدمات الاساسيه اللي زي استخراج بطاقه، استخراج حاجه من السجل المدني، استخراج مستند شهر عقاري، خدمات التموين والوحدات الاجتماعيه، كل دي حاجات ابتدت تظهر غيرت. نعم. بالفعل من شكل القريه المصريه. شكرا عندنا. شكرا جزيلا لحضرتك مهندس مينا ابراهيم حنا منسق عام مبادره حياه كريمه في اسيوط، شكرا ليك. أهلا بحضراتكم من جديد في حديث الأخبار. دلوقتي هنتناول بالشرح والتحليل الجهود اللي بتبذلها الدولة في رعاية وحماية الفئات الأكثر احتياجا. هنتكلم عن مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 واللي بتعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث لأنها بتمس المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. وعدد المواطنين المستهدفين في كافة مراحل المبادرة بيبلغ حوالي 58 مليون مواطن، يعني تقريبا نصف تعداد سكان مصر أو كمان يزيد قليلا. هو ده محور نقاشنا النهاردة مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. مشرفنا يا أستاذ جميل. ويعني عايزين نتكلم الأول معاك عن جهود الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجا، بتشوف الجهود دي إزاي؟ هي طبعا جهود مميزة للدولة المصرية وخاصة في وقت الأزمات. يعني هتجد ان في وقت الازمات كلها نجد ان الدوله بتقف بجانب المواطنين وبالاخص الاكثر احتياجا. يعني مثلا شفنا في ازمه كورونا والدور اللي عملته الدوله في خلال هذه الازمه من العماله المؤقته، بدء صرف مرتبات ليهم شهريه لمده 6 شهور، مظلة الحماية الاجتماعية زادت لأعداد كبيرة من المواطنين من خلال بطاقات التموين وزيادات المستمرة في بطاقات التموين، برنامج تكافل وكرامة. كل دي كانت جهود من الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين. احنا عارفين ان في وقت الأزمات الدولة بتقف بجانب المواطنين زي ما حصل خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، والدور أيضا اللي قدمته الدولة للمواطنين من خلال زيادة بطاقات التموين أو المساهمة في بطاقات التموين من 100 لغاية 300 جنيه، وأيضا رفع الحد الأدنى للأجور ل 3000 جنيه، أيضا بالنسبة للمعاشات تقديم دعم كبير للمعاشات. على الجانب الآخر هتجد حضرتك المبادرات العديدة اللي بتقوم بها الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة وتوزيع أيضا الأغذية على المواطنين، الكراتين اللي بيتم توزيعها بنصف ثمنها، الوصول إلى القرى والأماكن الأكثر فقرا وتقديم الخدمات والدعم ليهم من خلال مثلا القوافل الطبية، من خلال المبادرات اللي بتقدم في القرى والمناطق الريفية أو المناطق الأكثر فقرا. وده طبعا نهج بتنتهجه الدولة المصرية من عام 2014 حتى وقتنا هذا، الاهتمام بالمواطن المصري. المواطن المصري هو رقم واحد في كل اللي بيحدث داخل الدولة المصرية من عمليات تطوير وتحديث. حتى لو شفنا من البداية الدعم اللي بتقدمه الدولة أو المجهودات اللي بتقدمها الدولة في كافة المجالات، في المجال الصحي
هنجد تم القضاء على فيروس سي، قوائم الانتظار اللي كانت فيروس سي ده لوحدها يعني لو قعدنا نتكلم فيها ده قصة مبهرة بصراحة. يعني لو قعدنا نتكلم فيها كتير مش هنوفيها حقها. وأصبح بيجيبك الناس من الخارج يتعالجوا هنا، يعني على عكس اللي كنا متعودين عليه، ناس بتيجي تتعالج هنا لأن الدواء هنا فعال وبسعر طبعا أفضل كثيرا وحقق نجاحات مهولة. صح. يعني مصر كانت من أوائل الدول اللي فيها إصابات بفيروس سي، صحيح، وكانت من أعلى الدول في الإصابة. لكن تم القضاء على فيروس سي، وأيضا بنصدر العلاج بتاعنا، يعني في ناس بتتعالج هنا ولكن بنصدر الخبرات بتاعتنا لبعض الدول وخاصة الدول الأفريقية. القضاء على قوائم الانتظار كان للأسف شديد، قوائم الانتظار في الإجراء العمليات الجراحية كانت بتاخد سنوات، مش يوم ولا اثنين ولا أسبوع، لكن تم القضاء على قوائم الانتظار كلها بتعليمات طبعا وبمبادرات من الرئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على وتقديم الدعم الطبي للمواطنين، الاهتمام أيضا بالمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الجديدة اللي اتعملت وتم تنفيذها في 5 محافظات، وده كان مطلب شعبي للشعب المصري ككل خلال السنوات كتيرة جدا، يبقى في تأمين صحي على المواطنين وتقديم الرعاية والخدمة الصحية للمواطنين، توسع في إنشاء المستشفيات والمستوصفات في القرى والنجوع، وتزويد المستشفيات دي أيضا بأحدث الأجهزة للعلاج أو أحدث الأجهزة للكشف عن الأمراض المبكرة. مبادرة 100 مليون صحة للمواطنين اللي هي كانت كشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلاج هذه الأمراض، يعني بيتم تحويل المواطنين للعلاج من هذه الأمراض إذا كان في سكر إذا كان في سمنة وخلافه. إذن الدولة كان في رعاية صحية خلال الفترة الماضية بالمواطنين، اللي هو كمان المواطن اللي مش قادر إن هو يدفع في المستشفيات الخاصة أو يتعالج في المستشفيات الخاصة. هنجد المستشفيات الحكومة دلوقتي في العلاج على نفقة الدولة بشكل كبير في أمراض كتيرة جدا بتتم داخل الدولة. ده غير طبعا المصرية. منظومة التأمين الصحي والجهد الكبير اللي حصل منظومة فيها. التأمين الصحي دي زي ما بقول لحضرتك هي من أهم الأحداث اللي حصلت في مجال الصحة خلال الفترة الأخيرة. يعني طب بتشوف إزاي أهمية يعني مبادرة زي أو بحجم حياة كريمة اللي أشادت بيها المنظمة، طبعا منظمة الأمم المتحدة، يعني إشادة على أعلى مستوى طبعا في العالم كأكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر؟ هو طبعا هو زي ما حضرتك قلتي هو أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، هو الوصول للمواطنين الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً في القرى والنجوع المصرية. للأسف شديد كان سنوات طويلة جداً عندنا أزمات كبيرة بالنسبة للمناطق الريفية والقرى والمراكز، ما كانش بيوصل لها أي خدمات، كنا شايفين في حالة إهمال شديدة جداً، ومع يعني الزمن بيزداد الأمور هناك سوء، يعني ما شبكات الكهرباء ما كانتش موجودة، شبكات الصرف الصحي مش موجودة، ما فيش طرق ممهدة بين القرى والمراكز أو القرى والمحافظة نفسها، ما فيش مدارس بشكل منتظم في أماكن معينة، أن الطفل عشان يروح من مدرسة من بيته للمدرسة بيمشي حوالي 5-6 كيلو رايح و5-6 كيلو جاي عشان يوصل للمدرسة ويتلقى تعليمه. ما كانش فيه اهتمام بالصحة، ما كانش فيه يعني في قرى كانت لسه كانت موجودة في القرون الوسطى أو القرون القديمة، ده يعني أنا شفتها بنفسي في بعض القرى، لكن وصول طبعا الدولة بكل إمكانياتها وبكل قدراتها للأماكن دي الأكثر احتياجا، وبدء في رصف الطرق، البدء في مشروعات الصرف الصحي، البدء في إنشاء المدارس أو تطوير المدارس اللي كانت موجودة، إقامة المستشفيات، المستوصفات اللي كانت موجودة في بعض القرى أيضا تم تطويرها وتحديثها وتزويدها بالأجهزة الحديثة، المنازل المواطنين اللي تأثرت بشكل كبير بسبب عوامل الزمن وما كانوش عندهم الإمكانية أن هم يقدروا ان هم يعيدوا ترميمها او يعيدوا بنائها مرة اخرى، الدولة قدرت من خلال مبادرة حياة كريمة انها تعيد بناء المساكن بتاعتهم او تعيد تأهيلها مرة اخرى. اذا بتصل بالمواطن الى انه يعيش في حياة كريمة، مش كده وبس،
يعني هي المبادرة ما هيش الاهتمام بالمساكن أو الشوارع فقط، لا هي اهتمام بالمواطن نفسه. إزاي هيتغير شكل وواقع حياة 58 مليون مواطن مصري، نص المواطنين أو أكثر كمان قليل؟ ما هو أنا عايز أقول لحضرتك، هو مش الاهتمام فقط بإنشاء مدارس أو إنشاء طرق أو لا، هو الاهتمام مش في الحجر بس، لا هو الاهتمام بالمواطن نفسه، تغيير سلوك المواطن، تغيير سلوك المواطن لما يشوف ان الدولة بتهتم بهذا الشكل فسلوكه نفسه هيتغير من السلوك الغير منضبط الى السلوك المنضبط. كمان من ضمن مبادرة حياة كريمة فيها مبادرات للاهتمام بالمهارات الأساسية اللي موجودة عند أهالي تلك القرى وخاصة النساء في الريف، إن هم لو بيشوفوا مهارة معينة أو عندهم مهارة مثلا في الخياطة في الرسم في خلافه، كل ده بتهتم بيه أيضا مبادرة حياة كريمة. احنا بنغير سلوك المواطنين بشكل عام، بنغير ولاء المواطنين وانتمائهم للدولة المصرية اللي قدرت ان هي توصل عندهم، خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، لان اللي بيبني هذه الاماكن وبيعيد انشائها مرة اخرى هم ابناء المحافظات دول، فتم خلق فرص عمل جديدة ليهم. كان في حالة بطالة في بعض القرى كتير جدا. الاهتمام ايضا بصحة المواطن، الاهتمام بالرياضة، ممارسته للرياضة من خلال انشاء مراكز الشباب في كل المحافظات، الاهتمام بثقافته أيضا من خلال أيضا مراكز الشباب اللي فيها مراكز ثقافية بتحاول تنمي مهاراته الثقافية، لو حد عنده مهارة ثقافية عنده للشعر بيكتب قصة خلافه، كل ده بيهتموا بيه. إذن احنا بنغير سلوك مواطن، احنا الدولة داخلة على الجمهورية الجديدة، فالجمهورية الجديدة المواطن فيها يجب أن يكون له مواصفات خاصة، المواصفات الخاصة دي هي اللي بتحققها مبادرة حياة كريمة. إزاي نجحت الدولة يعني في تحقيق العدالة الاجتماعية لنصف سكان مصر بعد عقود طويلة من التهميش؟ وهو عايز أقول لحضرتك هي عقود طويلة من التهميش، والعقود الطويلة من التهميش دي للأسف الشديد بتؤثر في شخصية المواطن نفسه، يعني بتؤثر في, في, في سلوكه، بتؤثر في ولائه وانتمائه للدولة. لكن لما يشوف أن الدولة دخلت له من خلال مبادرة حياة كريمة فهو بيعيد الوعي ليه، الدولة بتعيد الوعي ليه، بتعيد بناء شخصية المواطن المصري. طبعا المبادرة حياة كريمة قدرت لما قدرت توصل للقرى و58 مليون واحد شخص مواطن مصري، في أصبح في عدالة اجتماعية بالفعل بين اللي عايش في الحضر واللي عايش في الريف، اللي عايش في مناطق كان أكثر احتياجا ومناطق التانية اللي هي في المحافظات، أصبح في توازن داخل الدولة المصرية، لأن كان داخل هذه القرى وهذه الأماكن وفي الريف المصري كانوا شايفين المحافظات وما يحدث في المحافظات وما يحدث من تطوير وتحديث في بعض المحافظات، وهم عندهم ما فيش حد يعني ما كانش حد حاسس بيهم بالمعنى الشعبي، يعني ما حدش حاسس بيهم، ما حدش حاسس بالمعاناة اللي كانت اللي هم كانوا عايشينها وكانوا بيعانوا منها كل يوم. معاناة التهميش دي كان في حد ذاتها معاناة كبيرة جدا، حاسس ان هو بعيد عن الدولة اللي هي عايش فيها، فكون ان الدولة توصل له وكون ان الدولة تقدم له هذه الخدمات والمبادرات اللي بتقدم ليه وانه يعيش يتم تغيير وجه الحياة اللي هو عايش فيها، فاعتقد ان دي الدولة قدرت ان هي تحقق بالفعل العدالة الاجتماعية. طيب بتشوف ازاي بقى اصرار القيادة السياسية على الالتزام بهذه المبادرة، على استكمالها، على التزامها كان بالتوقيتات المحددة ليها؟ هو بالطبع القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان تولى وهو يضع نصب عينيه المواطن المصري، كل ما يحدث في الدولة المصرية من تطوير وتحديث هو هدفه المواطن المصري، لأن المواطن المصري يعيش حياة كريمة داخل دولته، أنه يتم إعادة بناء الشخصية المصرية، إعادة بناء الوعي للمواطنين المصريين، هو ده اللي دايما بيأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا اهتمام الرئيس بمبادرة حياة كريمة وأن هي تتم في المواعيد المحددة، وأن كل المشروعات اللي داخل كل القرى وكل الأماكن تتم في التوقيتات المعينة،
هو ده اهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاح المبادرة للوصول للمواطن. وإحنا شفنا لما كان سيادته في المنصورة الجديدة ونزل إحدى القرى وتحدث مع المواطنين وناقشهم في ما يحدث. الرئيس في وسط المواطنين وعارف المعاناة الشعب المصري. إذن اهتمامه الكبير بأن هذه المبادرة تنجح هو نجاح للدولة المصرية، نجاح أن هي قدرت توفر للمواطن المصري حياة كريمة، نجاح قدرت أنها تنتشله من حالة التهميش زي ما قلت لحضرتك، حالة الأمراض اللي كانت متفشية داخل الدولة المصرية بشكل كبير جدا. احنا داخلين زي ما بقول لحضرتك على جمهورية جديدة بمواصفات جديدة للمواطن المصري، ولهذا السبب تجدي حضرتك التوقيتات الاهتمام الشديد بالتوقيتات انها تتم في وقتها، ان جميع الخدمات تقدم للمواطن في كل اماكن بالاسلوب المثالي، وهو ده اللي احنا شايفينه داخل الدولة في الوقت الحالي. طيب مش بس حياة كريمة، في مبادرات تانية طبعا كتير مهمة، في مبادرة زي ستر وعافية، المبادرة دي خاصة بتوفير الخدمات الطبية والغذائية كمان للمواطنين، بتشوف مبادرة زي دي واهميتها ايه؟ مبادرة مهمة في الوقت اللي احنا فيه، وقت في ازمة اقتصادية عالمية، قدرت الدولة من خلال المبادرات دي ان هي توصل للاماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا اللي هي في المناطق جداً. الصعيد، وإن هي تبعت قوافل طبية لعلاج المواطنين من الأمراض والكشف عليهم وعلاجهم وتقديم أيضا الخدمات الطبية والأدوية للمرضى والمصابين، أيضا تقديم الغذاء بنصف ثمنه للمواطنين من خلال العديد من المبادرات اللي بتتم خلال الفترة دي. الدولة في تكامل وتكافل بين الدولة وبين المواطن، الدولة بتسعى أن هي تقدم كل خدماتها، وخاصة زي ما قلت لحضرتك في البداية في وقت الأزمات، الدولة القوية القادرة هي اللي في وقت الأزمات تقدر إن هي تقف بجانب المواطن الأكثر احتياجا والأكثر فقرا، لأن اللي بيتضرر في وقت الأزمات هو المواطن الأكثر احتياجا. لهذا السبب نجد إن الدولة بتمد يدها بشكل سريع جدا بقرارات سريعة جدا بتصل للمواطن الأكثر في المناطق الأكثر احتياجا من أجل رفع المعاناة عن كاهله، ومن أجل المساهمة من الدولة، وده دور الدولة، يعني مساهمة من الدولة إنها تقدم له هذه الخدمات. طيب وإحنا بنتكلم عن حياة كريمة، الحقيقة مهم برضو نشير إن حياة كريمة ما بقتش فقط يعني فاعلة في مصر، لكن لا دي كمان انتقلت للخارج وانتقلت للعالمية وانتقلت للقارة الإفريقية. يعني المؤسسة يعني شاركت مؤخرا في تدشين مبادرة حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية بهدف تحسين جودة حياة 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفا وفقرا في القارة الإفريقية بحلول عام 2030. بتشوف كمان إزاي الخطوة دي إنه حياة كريمة مش بس ناجحة في مصر، لا دي ابتدت كمان تخرج لدول القارة وتساعدها كمان في التغلب على مشكلتها. ما هو ده النجاح هذه المبادرة في مصر، يعني المبادرة نجحت في مصر والمنظمات الدولية والأمم المتحدة بنفسها أشادت بهذه المبادرة. تم نقل هذه المبادرة إلى الخبرات المصرية في هذه المبادرة، تم نقلها إلى القارة الأفريقية. احنا عارفين أن القارة الأفريقية هي من أكثر القارات فقرا واحتياجا أيضا لعملية التنمية الشاملة داخل القارة الأفريقية، فبالطبع نقل حياة كريمة من مصر إلى القارة الأفريقية ده دليل نجاحها داخل الدولة المصرية، ودليل على أنها أصبحت أيقونة للتطوير والتحديث في أي دولة، ونقل تجربة حياة كريمة إلى بعض الدول ده دليل زي ما بقول لحضرتك على نجاحها داخل الدولة، مساهمتها في تقديم خدماتها للمواطنين. وبالفعل القارة الأفريقية تحتاج الكثير من المساهمات وتحتاج الكثير من الدعم خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في ظل التغيرات المناخية اللي أثرت
على طبيعة الأرض وطبيعة المناخ داخل القارة الأفريقية. المنظمات الدولية وزي ما قلنا في البداية يعني على رأسها الأمم المتحدة ثمنت جهود مصر من خلال مبادرة حياة كريمة وقالت أنها يمكن أن تنقل كمان لباقي الدول. بتشوف فعلا إزاي نجاح هذه المبادرة ووصولها ووصول يعني نتائجها الإيجابية جدا للخارج وزي ما قلنا للأمم المتحدة نفسها؟ هو التجربة المصرية أو تجربة حياة كريمة ظهرت على الأرض بشكل سريع، يعني هي ما خدتش وقت. ليه؟ لأن التحرك كان سريع. احنا خلال السنوات الأخيرة احنا بنشوف جميع عمليات التطوير والتحديث بتم بشكل سريع جدا داخل الدولة. إذن في حياة كريمة، وهو ده اللي احنا شايفينه من تطوير وتحديث داخل الدولة، إذن حياة كريمة نفسها لما هذه المبادرة لما نزلت للريف المصري ونزلت للمحافظات وقدمت خدماتها للمواطنين وقدرت ان هي تحقق بشكل كبير المطلوب منها بنسبة 100%، أنا شايف بنسبة نجاح 100% في كل الأماكن اللي في المرحلة الأولى بتاعتها، العالم كله أصبح ينظر إليها من خلال طبعا منظمة الأمم المتحدة ومن خلال ما تم عرضه خلال قمة المناخ كوب 27. فتم نقل هذه التجربة أو محاولة الاستفادة من هذه التجربة بالنسبة للدول الأخرى أو الدول التي تحتاج إلى عملية تطوير وتحديث وبنية تحتية شاملة خلال أو تنمية البنية التحتية الشاملة في الوقت الحالي. فأعتقد أن التجربة دي عملية الوقت والتسارع في تنفيذ المطلوب منها خلال أوقات زمنية محددة هو ده اللي قدر يظهر أمام العالم أن التجربة دي نجحت داخل الدولة المصرية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي مدير تحرير الأهرام، شرفتنا ونورتنا. أنا بشكر حضرتك جدا. شكرا لحضرتك، وبعد الفاصل مستمرين معاكم في حديث الأخبار، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد في حديث الأخبار. هنتكلم دلوقتي عن موضوع مهم جدا في ظل المناورة الجديدة لجماعة الإخوان الإرهابية اللي بتستهدف العودة للمشهد السياسي من خلال تيار التغيير اللي أطلق عليه تيار الكماليين نسبة إلى القيادي الإخواني الإرهابي محمد كمال. هو المسؤول عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013. هنناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الموجود معنا ومشرفنا في الاستوديو الاستاذ اسلام الكتتني خبير حركات الاسلام السياسي. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك استاذ اسلام. ويعني الجماعه بتحاول، يعني هذه الجماعه الارهابيه بتحاول ان تعود للمشهد مره اخرى لتمارس تخريبها بما يسمى تيار التغيير او تيار الكماليين، كيف تقرا يعني ذلك؟ طيب، اولا تحياتي لحضرتك ومشاهدينا الكرام. في كان مقوله دائما الاخوان بيرددها، يقول لك إيه؟ الجماعة تنفي خبثها. الجماعة تنفي خبثها. نسبة لأن أي فرد من أفراد الإخوان سواء كان قيادة أو الأصغر فأصغر فأصغر مستويات قاعدية أقل ترك الجماعة أو خد موقف أو اعترض على شيء ما أو 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 يقول لك إيه؟ ده هو لما ساب الجماعة فالجماعة بتنفي خبثها على أساس اللي يظل داخل الجماعة اللي هم إيه؟ الأنقياء بقى الأتقياء اللي هم ايه المحافظين على ايه على الانتماء لفكرة الجماعة والمخلصين لها يعني. طيب دلوقتي احنا شايفين ثلاث جماعات للإخوان، ولم تصبح الإخوان جماعة واحدة بل يطلق الآن عليها جماعات الإخوان مش جماعة الإخوان. احنا عندنا ثلاث تيارات على الأقل اللي هي التيارات أو القيادات التاريخية القديمة، فيهم جناحين، جناح محمود حسين اللي نصب نفسه قائم بأعمال مرشد أو المرشد العام بالإنابة، وجناح لندن اللي هو بيحاولوا ينصبوا مثلا واحد زي محي الدين الزايط أو محمود الإبياري أو البحيري بعد وفاة إبراهيم منير يعني. فدول الجناحين اللي هم إيه يعني قيادات تاريخية الكبار يعني. كبار في السن. في بقى الصقور الجدد اللي هو التيار الكمالي، أنا بسميهم الصقور الجدد اللي هو إيه يعني يعتبر قيادات وسطى شبابي شوية اللي هو إيه بين يعني لا مع هذا التيار ولا مع هذا التيار. ومنذ أكثر من شهر عقد مؤتمره وأعلن عن نفسه وهو يعتبر مش جديد
ليه؟ لان هم يعتبروا امتداد او ابناء محمد كمال اللي هو كان يعتبر المرشد الحقيقي للجماعه منذ 30 يونيو الى مقتله في مواجهه مع الشرطه المصريه في 4 اكتوبر 2016. فكان هو اللي متولي حاجه كان الاخوان عملوها في الوقت ده لاداره الجماعه اسمها اللجنه الاداريه العليا. هو كان الرئيس يعني بتاعها وكان فوق منه ثلاثه، رشاد البيومي وعبد الرحمن البر وطه وهدان، وفوق الثلاثه محمود عزت. فهو ده كان التسلسل اللي ايه القيادي في الاوامر والتكليفات وكده يعني. لكن والاختلافات، كلمنا على الاختلافات ما بين الثلاثه، ايهم اكثر خطوره، ايهم اكثر عنفا. هم طبعا كلهم بينتهجوا العنف، ولكن ايه بصوره او اخرى يعني كل واحد بيحاول او كل جناح بيحاول ان هو يتجمل ويبين ان هو لا يمارس العنف وبيرفض العنف، لكن كلهم طبعا متفقين في ممارسه العنف والمناوئه للدوله المصريه ولقواتنا المسلحه العظيمه. نتيجه ايه؟ عندهم عقيده الثأر دلوقتي مع بعد ما حدث من رفض الشعب المصري وثورته على الاخوان في 30 يونيو وانحياز الجيش المصري العظيم لايه؟ لمطالب الشعب المصري، لان ده شيء وطني طبيعي الجيش يقف في صف الشعب. صحيح. المصري. فالثلاث اجنحه دول كلهم بيمارسوا العنف وكلهم من بينهم نظام خاص، لكن الجديد بقى في التيار الكمالي انه كان عامل حاجه اسمها الخلايا النوعيه، هي النظام خاص بس بشكل تاني، بشكل ايه؟ تاني، بمعنى انه كان عشان اللي حصل فيه 30 يونيو فعملوا الخلايا النوعيه حاجه سريعه كده ان هم نفس نظام النظام الخاص، خلايا عنقوديه وبتاخد تكليفات بانها تقوم باعمال عدائيه يعني ضد الجيش والشرطه والمناوئه للدوله المصريه، واحنا شفنا حاجات كتير من هذه الاعمال وكان ليها يعني خدت كذا مسمى، يمكن هي كلها واحد بس الكذا مسمى عشان يمكن تشتت يعني من ضمن الاهداف تشتت مثلا ايه اجهزه الامن عشان تعمل تباينات او اختلافات يعني تبين ان ايه لا دول غير دول، اللي هي مثلا ايه حاجه كان اسمها حسم او العقاب الثوري او لواء الثوره او اجناد، كلها مسميات لكن في النهايه او كتاب حلوان عفاريت حلوان، كل المسميات دي هي منبثقه عن الخلايا النوعيه اللي اسسها محمد كمال، اللي هو ابنائه دلوقتي اللي هم التيار الثالث او الكماليون الجدد او الصقور الجدد اللي هم اللي اعلنوا عن انفسهم منذ اكثر من شهر، فهم بيتبنوا نفس المنهجيه بتاعه محمد كمال اللي هي فكره الخلايا النوعية اللي هي ممارسة العنف عن طريق هذه الوسيلة يعني للدولة المصرية. أما الجناحين الآخرين كانوا فيهم النظام الخاص لأنهم قطبيين، لأن احنا عارفين أن منذ عام 95 اللي صعد لسدة القيادة في الجماعة واللي كانوا أصحاب القرار الحقيقي اللي هم إيه اللي متبنين أفكار سيد إيه سيد قطب أو اللي احنا بنطلق عليهم إيه القطبيين، دول كانوا موجودين في الجناحين اللي هم القيادات التاريخية، وطبعا الجناح بتاع الكماليين والجدد اللي هم أبناء محمد محمد كمال. في أسماء بدأت تعلن عن نفسها في جناح محمد كمال، في مثلا محمد منتصر اللي هو كان متحدث إعلامي للمجموعة دي قبل يعني للمكتب الإداري للإخوان كان في الخارج اسمه محمد منتصر، في ولد اسمه محمود الجمال، طبعا في يحيى موسى، يحيى موسى ده هو المسؤول عن الخلية النوعية اللي قتلت الشهيد هشام بركات رحمه الله اللي هو كان النائب العام، ده كان المسؤول عن الخلية اللي قتلت الشهيد هشام بركات. في طبعا الدكتور جمال عبد الستار، في عمرو دراج، في طبعا مجدي شلش اللي هو يعتبر المفتي لهذه الجماعة. الخطة اللي كان بيمشي بيها الناس دي كان اللي قعدها محمد كمال كان اسمها الإنهاك والإرباك والإفشال، إن هو إيه يربك ويفشل الدولة المصرية بحيث بعد كده يبني على الخطة دي بعد ما يفشل الدولة إن هو إيه يبني ويقفز على إيه المشهد. دي كانت خطتهم. المجموعة الحالية اللي هي التيار الثالث في مؤتمرهم أطلقوا وثيقة عملوا محددات ليهم، من ضمن المحددات أو على رأسها أول حاجة طبعا حاطين صورة مين بقى؟ البنا وسيد قطب ومحمد كمال، دول الرموز اللي هم بيترمزوا ويدينوا لهم بالولاء كل التيارات.
كل التيارات، بس انا بتكلم على مجموعه محمد كمال عشان هم كل الجبهات يعني اللي موجوده الان داخل هذه الجبهه. لكن تيار محمد كمال في مؤتمرهم وضعوا الصور دول على اساس ان محمد كمال هو ايه الرمز الكبير ليهم اللي هم بيدينوا له بالايه بالولاء. لا، فالمحددات بتاعتهم رقم واحد ان احنا المرجعيه لينا افكار حسن البنا وسيد قطب، اثنين ان الرمز لينا في خطه العمل والتحرك محمد كمال، ثلاثه المناوئة وعدم المهادنه حسب يعني تعريفهم للدوله ايه المصريه، يعني احداث حاله من الايه التسوير. يعني انا يمكن اعلنت قلت قبل كده، لا التصريحات بتاعه الكماليين الجدد دي بعتقد انها يعني زوبعه في 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 فنجان، يعني لانه الجماعة فعلا هنا في الداخل بتعاني من حالة ضعف شديد وتفكك وانهيار، لا تستطيع أنها تقوم بأي أعمال عدائية كما كان في السابق، لأن الأجهزة الأمنية حماها الله نجحت في أنها تقضي على هذا الحراك اللي كان يعني يتبناه الإخوان، وقضت على الخلايا النوعية بشكل كبير جدا يعني، وحسمت الصراع منذ يمكن العام 2017 بشكل كبير بالإضافة إلى وعي الشعب المصري طبيعي. وعي المصريين هنا كمان دوره إيه يعني في إفشال هذا التيار؟ هل تعتقد أنه ما زال من الممكن أنه هو يلاقي أرضية؟ هم لا طبعا، هم بيحاولوا طول الوقت أن هم يدغدغوا عواطف الشعب المصري. كان في الأول هم بيحاولوا يروجوا لفكرة المظلومية، مظلومية رابعة، بعد كده أضافوا إليها مظلومية مرسي، وحاليا بيحاولوا يدغدغوا عواطف الشعب المصري في استغلال الأزمة الاقتصادية العالمية عشان يدغدغوا عواطف المصريين لإحداث حالة من التسوير داخل الشعب المصري. لكن الشعب المصري أعلن قراره بشكل قاطع ومانع يوم 11/11 أنه لم يستجب لهذه الدعوات المتكررة. ويمكن الدعوة الأخيرة دي كانت واخدة زخم غير طبيعي ودعاية وصرف يعني بشكل يعني إيه يعني اللي ما سمعش سمع. ومع ذلك الشعب المصري يعني لم يستجب تماما، ويمكن الرسالة وصلت لكنهم لم يفقهوا هذه الرسالة حتى الآن، بيحاولوا أن هم يعندوا أملا في الوصول إلى أن هم يعني يدخلوا للمشهد المصري مرة أخرى ثم يقفزوا على المشهد المصري في محاولة يائسة أن هم يعودوا مرة أخرى. في حتة مهمة جدا بيحاولوا برضو، ده مش هيحصل أن الشعب لفظهم نهائيا، هو شعبيا الموضوع في عزلة شعبية طبعا للإخوان، لكن في هم برضو بيحاولوا يعني يوجدوا نوع من التوافق مع بعض القوى السياسية اللي إيه بيحاولوا أن هم يقنعوهم أن إيه أن إحنا يعني اتظلمنا إنه اللي هي لها هوى يتماشى مع هوى الإخوان. دي كل الأوراق اللي بيلعب بها الإخوان حاليا، بالإضافة إلى أنهم بيحاولوا ورقة الضغط الدولي، وإن كان على مستوى الاتحاد الأوروبي يعني في بعض الدول خدت خطوات جيدة زي ألمانيا تجاه جماعة الإخوان. يمكن شفنا احنا القرارات اللي اتخذتها ألمانيا تجاه مثلا واحد عنصر مهم جدا زي إبراهيم الزيات اللي هو يعتبر الوزير مالية الإخوان الحالي بعد يوسف ندى وبعد غالب همت، ونحته عن المناصب التي كان يتولاها في مجلس مسلمي ألمانيا. لكن تظل مثلا الولايات المتحدة برضو إيه يعني إيه ورقة من الأوراق اللي بيحاول الإخوان إن هم يعني يكونوا في حضن الولايات المتحدة الأمريكية بحيث أنها إيه تعيدهم أو يعني ترعاهم وتقدم لهم الدعم ليعودوا للمشهد مرة أخرى. دي يمكن كل الإيه موقف شباب الإخوان أو شباب التنظيم هنا إيه يعني لأي من هذه الجبهات بينحاز؟ هو عامة الجناح اللي هو بتاع لندن يمكن عوامل القوة بتاعته إن هو فكرة إنه قياداته موجودة في التنظيم الدولي، فعنده معلومات عامة عن التنظيم على مستوى العالم، لكن التفصيلات اللي هي داخل المجتمع المصري مش زي جناح مين محمود حسين. محمود حسين يمكن ايه اكثر يعني ايه انغماسا في تغلغله في الداخل المصري. يليهم الشباب طبعا هم اكثر يعني التيار الثالث بيلعب على الحكايه دي ان الشباب ايه يعني ايه يميل لينا ايه اكثر. لكن عامه بشكل عام في حاله تفكك وفي حاله ضعف وفي حاله ياس عند شباب الإخوان. ويمكن أنا صنفت التصنيفات الشباب بتاع الإخوان قبل كده، قلت والله يعني في جزء اللي هو انحرف تماما يعني سلوكيا وأخلاقيا، وفي جزء اللي هو الجزء الأعرض في الإخوان اللي هو يائس متململ ما يعني ما شايفش أمل، يعني في جزء تاني الدعشن يعني واخد اتجاه العنف، وده طبعا يعني يتماشى مع تيار محمد كمال.
وفي جزء ايه لسه ما زال يعني ايه عاوز الجماعه تعود ومنتظر بس ايه القيادات اللي هي في السجون تخرج عشان ايه يشوف يعني مترقب يعني. فدول الاربع يعني ايه جبهات في الشباب في تقدير يعني. لكن في كل الاحوال في حاله ضعف وتفكك شديد للجماعه بشكل عام وللشباب، لكن الشباب يميل اكثر الى التيار الكماليين ثم جناح محمود حسين، وان كان رسميا على المستوى الرسمي جناح لندن هو المعترف به دوليا داخل افرع جماعه الاخوان. ليه مصرين هم على العوده للمشهد مره ثانيه رغم علمهم تمام العلم بان الشعب المصري لفظهم؟ السلطه، ما فيش تفسير غير كده يعني، طمعا في السلطه يعني. يعني سريعا هحكي قصه تبين سريعا. الشيخ الشعراوي زمان عليه رحمه الله كان في بداياته هو اول واحد كتب ايه منشور للاخوان، بعد كان هو بس بيميل لسعد زغلول ومصطفى النحاس، فكان في حفل للحزب الوفد فراح ايه القى قصيده بيمدح فيها الزاعمين دول، فحسن البنا لما سمع كده زعل جدا وغضب غضب شديد، وبعد كده انبه الشعراوي قالوا له ايه بقى؟ قالوا له ده عدو لينا، عدو لينا، مع ان الراجل يتميز اللي هو مصطفى نحاس يتميز بالطهاره وكان راجل متدين وكان راجل كويس ومحبوب من المصريين، وانتوا المفروض جماعه دعويه مالكم ومال السلطه. فهي الفكره السلطه مش الدعوه، هي الفكره كلها الكرسي الذي ينتزع، هم حاسين بالثأر، في نزعه ثأر، عايزين ينتقموا ويعودوا تاني للمشهد لان في حاله من الغل الداخلي. ازاي احنا حصل لنا ده؟ ده احنا قعدنا 80 90 سنه عشان نصل الى الكرسي وفقد منا، فنحاول ان نستعيده مره اخرى. بنشكرك جزيل الشكر الاستاذ اسلام الكتاتني خبير حركات الاسلام السياسي، حافظ الله مصر يا رب دايما. شكرا ليك وبشكر حضراتكم واشوفكم مره ثانيه ان شاء الله في حديث الاخبار. الى اللقاء.